أجرى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع أخيه معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وإزاء مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال شدد معالي وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن على الدوام مع المملكة العربية السعودية في كل المواقف والظروف وفي وجه كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها بأي شكل كان، منوها معاليه بالدور الاستراتيجي الهائل للمملكة العربية السعودية التي تمثل حجر الأساس للأمن والسلم في المنطقة وتقوم بدور محوري وتاريخي في رخاء واستقرار العالم بأسره. من جهته عرب معالي الأستاذ عادل الجبير عن تقديره لموقف مملكة البحرين الذي يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تتسم به من تميز وازدهار على الأصعدة كافة.